ورحمة الله وبركاته، معاكم عبد العزيز حسن من موقع خدمات ابديت كوم. تنساش تعمل لايك للفيديو، تعمل سبسكرايب على القناة، وتشير الفيديو مع اصدقائك يمكن حد يستفيد. طيب هنتكلم النهارده في الجزء العملي على الفساد ديزاين باترن، وهنطبق على لغه الجولانج. تمام، لازم تكون بصيت على الدرس اللي فات بشكل مثالي وتبقى فهمته كويس عشان تقدر تتابع معانا الدرس ده. مش هينفع تتابع الدرس غير لما تبص على الدرس اللي فات. طيب اول حاجه احنا محتاجين نعمل الثلاثه سب سيستم اللي احنا اتكلمنا عنهم. احنا اتكلمنا الدرس اللي فات ان في برودكت سب سيستم، في شيبنج سب سيستم، في بيمنت سب سيستم. فهنعمل ثلاث ملفات كل واحد فيهم هو عباره عن السب سيستم ده. طيب يلا كده على بركه الله هنبدا نعمل هنا نيو فايل هنسميه برودكت. تمام، وهنعمل واحد ثاني هنسميه بيمنت. البيمنت اللي هو للبيمنت جيت واي، يعني بيمنت اظن بيمنت. واخر واحد اللي هو بتاع الشيبنج هنعمل نيو فايل شيب، خليها شيبنج. اوكي طيب اول حاجه في البرودكت هنعمل هنا استراكت تايب استراكت، هنسميه هنا برودكت. البرودكت ده هيبقى ليه نيم بس، والنيم ده سترينج. تمام، وهنعمل فانكشن، الفانكشن دي بنسميها نيو برودكت. النيو برودكت دي هتاخد البرودكت نيم، هنقول هنا سترينج برودكت نيم، خلينا نسمي هنا، ونقول هنا دي بتريتير ريفرنس للبرودكت استراكت، وهتقول له هتسيت النيم بتاعنا النيم بي انر. طيب وهنا طبعا هتريتيرن البرودكت، طبعا هي عشان ده ريفرنس فهنحط هنا الاسترك، نحط هنا كوما كده الدنيا. طبعا هي عشان ده برودكت نيم لازم ده يكون برودكت نيم بالشكل ده. كلام جميل جدا. هنعمل فانكشن تاني هنسميها تشيك، او مثلا ايه تشيك برودكت، تشيك برودكت دي هتاخد الميثود، هي ميثود من البرودكت، فنقول هنا برودكت. تمام، هتاخد البرودكت بالشكل ده وهتاخد البرودكت نيم برضه. تعال ناخد نيم كده من هنا كوبي ونكتبها تاني البرودكت نيم، وهتريتيرن بوليون يعني يا ترو يا فولس. هتقول هنا اف ان البرودكت دوت نيم ايكوال ايكوال البرودكت دوت نيم اللي داخل. تمام، هنقول هنا اف ان تي دوت برنت ال ان عذرا وي فاوند ذيس برودكت، وبعد كده اقول له ترن ترو، otherwise return false بالشكل ده. طيب كلام جميل جدا جدا. ده اول سب سيستم. طبعا احنا ده مش سب سيستم كامل، ده حاجه صغيره كده بس عشان نجرب بيها. بس المفروض البرودكت سب سيستم ده يبقى فيه فيتشرز كتيره جدا. في بقى مثلا تمسح برودكت، تتاكد البرودكت موجود، تجيب تفاصيل البرودكت، تشوف في كام برودكت منهم، في كام برودكت في الـ في الـ في, الـ في المخزن. يعني في اوبريشن كتير جدا ممكن تحصل، بس احنا عشان وقت الدرس فمش هينفع نسيميوليت او نجرب كل الاوبريشن دي. فاحنا بس جاست هنجرب نعمل زي ايه، زي سيميوليشن او تهيئه بس للموضوع. تمام، اعتقد الموضوع واضح كده. طيب انا خلي بس الباكج دي اسمها مين. طيب هناخد الكلام ده كله كده كوبي زي ما هو كده كله كوبي، ونروح نحطه في الشيبنج. طيب بس هنا هنسمي دي شيبنج، وهنقول هنا ادرس، لان في الشيبنج احنا محتاجين نتاكد ان اذا كان الادرس افيلبل ان احنا نوصل له ولا لا. تمام، هناك في البرودكت احنا محتاجين نجيب بيانات البرودكت ونتاكد ان البرودكت موجود. تمام، طيب فالشيبنج هنا ادرس، هنقول هنا نيو شيبنج. تمام، هنقول هنا ادرس ار اي اس اس كي، هنقول هنا ادرس ادرس هنا دي بالشكل ده كوبي. طبعا هنريتيرن الشيبنج مش هنريتيرن البرودكت هنا. تمام، طيب تعالوا نظبط دي، هنقول له تشيك، او هنا مش هنسميها بقى تشيك برودكت، هنقول هنا اف سيرفد، يعني هل المنطقه دي احنا بنسيرفها ولا لا. تمام،
دي هتاخد ايه؟ هتاخد ريفرنس من الشيبنج، دي نفس الكلام بس سمول كيس. ولو الشيبنج ادرس ايكوال ايكوال الادرس اللي احنا هندخله هنا، وي سيرف ذس اريا. تمام. طيب اوكي. طيب اخر بقى، اخر حاجه اللي هي البيمنت. تمام. هنقول هنا بدل شيبنج هنقول بيمنت بالشكل ده، ودي هتبقى كارد. تمام. وكارد هتبقى سترينج. ماشي. طبعا نفس الكلام هنا، بدل نيو شيبنج عذرا هتبقى نيو بيمنت، وهتطير ريفرنس من البيمنت، وهتاخد الكارد از سترينج وهتحطه في الكارد ده. تمام. وهنقول هنا كارد valid، يعني الكارد ده valid ينفع ندفع بيه. تمام. فهنا برضه هتاخد البيمنت، وهنا البيمنت بس سمول كيس، وهناخد البيمنت هنا، وهنا كارد، ودي هتبقى كارد من هنا بالظبط كده كارد. هنقول هنا this card is valid. طيب احنا كده عملنا الثلاثة سب سيستم بتوعنا اللي احنا محتاجينهم عشان نعمل بيهم عملية البرشيزنج، او نعمل عملية الايه الشراء بيهم. طيب تعالى نعمل بقى فساد الزغلول الكبير بتاعنا بقى. تعالى نعمل الزغلول الكبير. طيب هنعمل فايل جديد هنا هنسميه برشيزنج فساد اظن. اوكي هنبدا نعمل هنا بقى استراكت. الاستراكت ده هنسميه نفس الاسم بالظبط، استراكت اهو، هنسميه purchasing فصاد. اوكي البرشيزنج فصاد فيه ايه بقى؟ فيه البرودكت. البرودكت ده هنحط فيه السب سيستم بتاع البرودكت عندنا اللي هو الايه البرودكت بالشكل ده، وهنا هنحط الشيبنج، وده برضه هيبقى فيه ريفرنس للشيبنج، واخر حاجه البيمنت. بس خلي بيمنت في النص لان البيمنت دي تاني عمليه يعني بالترتيب، اول حاجه بجيب البرودكت، تاني حاجه البيمنت، تالت حاجه الشيبنج. بيمنت كلام جميل جدا جدا. طيب اول حاجه هنعمل فانكشن، الفانكشن دي هسميها نيو بير، او ممكن نقول هنا انت بير شيزن. اوكي طيب ودي هتريتيرن ريفرنس من البيرشيزنج فصاد. طيب دي هنحط دخلها ايه يعني الانت بيرشيزنج دي هندخلها ايه؟ اول حاجه هندخلها البرودكت نيم وده هيبقى سترينج. تمام. وهندخلها الكارد وده برضه هيبقى سترينج، وهندخلها اخر حاجه الادرس وده هيبقى سترينج برضه. تمام. دي كلها هتعملها ريتيرن ريفرنس للايه البرشيزنج فصاد، وهناخد ال البرودكت ده اظن البرودكت واقول هنا نيو برودكت وهدي له هنا ايه البرودكت نيم بالشكل ده. تمام. هناخد دي كده كوبي بيست بيست، هنقول هنا بدل البرودكت اقول هنا شيبنج، والشيبنج هنقول هنا نيو شيبنج، وهدي له الادرس بتاعه، واخر حاجه تبقى البيمنت اللي هي الكارد هنا، وهتبقى هنا نيو بيمنت، واخر حاجه هتبقى هنا البيمنت اوبجكت. بس برضه عشان الترتيب نخلي ناخد البيمنت دي كده في هنا نحطها هنا، هو مش هيفرق حاجه بس خليها عشان يبقى الموضوع منسق اكتر. طيب طيب بعد كده هعمل فانكشن تاني، هنا بير
شيزينج. بالشكل ده دي هتبقى هتاخد الفساد بالشيزنج از ميثود، هتبقى ميثود من الفساد بالشيزنج كده ريفرنس بالشكل ده. انا اخد الكوبي خلي اول حرف سمول بس. طيب ايه اللي هيحصل هنا بقى؟ اول حاجه هقوله هنا اف ان لا يساوي البرشيزنج فساد دوت برودكت دوت التشيكينج برودكت. طيب تمام كلام جميل جدا. يبقى انا هستخدم من الاوبجكت ده هستخدم منه التشيك برودكت. طيب واحط هنا ايه بقى؟ هحط هنا نفس الكلام بالظبط، يعني هاخد دي كده كوبي بالظبط كده كده وابعت لها هنا الايه الدوت نيم البرودكت نيم. طبعا هشرح لكم في الاخر ايه الاكسكيوشن مش ازاي، بس يعني هو الوضع دلوقتي. هنقول هنا اف ام تي دوت برنت ال ان. هنقول هنا خلي بس هنا اول حاجه اول ما نخش اول ما نخش الفانكشن دي كده نحط هنا بس ايه ستارت بير شيزنج اوبريشن. تمام هناخد دي كده كوبي هنقول بس هنا ايه وي فاوند. تعال بس نصغر ده عشان تشوفه. فاوند ذس برودكت او تعال نقول هنا لا ده هنا هي دي لا يساوي فدي هتبقى فولس. فنقول هنا وي نوت فاوند ذس برودكت. اسف عذرا برودكت. تمام طيب بعد كده نخش على البيمنت. هنقول هنا تشيك كارد او از فاليد الكارد فاليد وهنديله هنا ايه البيمنت والنيم هتبقى الكارد. هنقول هنا ذس كارد از نوت فاليد. طيب هو طبعا المفروض هنا ممكن يعني ممكن نباصي هنا الارجيومنتس دي اللي هي البرودكت نيم والكارت والنيم دول ممكن نباصيهم من هنا، بس احنا باصيناهم هنا عشان نشتايز بيهم وبعد كده نقارن بيهم بعدين. تمام طيب هنيجي هنا بقى تاني اخر حاجه دي هتبقى الشيبنج وهتبقى هنا از سيرفد. اخر حاجه الشيبنج برضو دوت ادرس. هقول هنا وي نوت سيرف ذس اريا. طيب لو هو عدى من الثلاثه ستيبس دي يعني هو خلاص لو عدى من دي وعدى من دي وعدى من دي يبقى كده كل الداتا بتاعته فاليد يبقى هو المفروض اشترى خلاص. فانا نطبع شويه حاجات تقول ان هو اشترى بقى اف ام تي دوت برنت لين برنتلين مثلا نقول هنا يو ار وهنحط هنا بقى اسم المنتج نفسه اسم المنتج اللي هو ايه البرشيزنج فاساد برودكت نيم وطبعا مش ما فيش معنى ان احنا نقول معلومات الكارت. فهنقول هنا يو ار هنقول هنا اند وي ويل سند ذس برودكت اون الادرس بتاعك الشيبنج ادرس ان 24 اور. بس كده. فالمفروض هو لو عدى من كل دول هنقول له ان انت اشتريت كذا وان انت هنبعت لك البرودكت اللي اسمه كذا على العنوان ده بعد 24 ساعه. تعال نجرب كده لو عملنا ران للبروجكت. بس قبل ما نعمل ران لازم نعمل المين فانكشن
مين؟ والله هنا ايه بقى؟ purchasing facade new purchasing هنسميها ايه؟ initialize purchasing وهنديله مثلا اسم المنتج هيكون ايفون ورقم الكارت بتاعتي مثلا 2 4 2 4 2 4 اي حاجة. وفي الاخر هنقول هنا مثلا الادرس جيزة. طيب هنران دلوقتي البروجرام. ما طبعش حاجة ما طبعش حاجة لان احنا عملنا انشتلايز للبرشيزنج بس ما نفذناش البرشيزنج نفسية. فهنيجي هنا نقول له دوت برشيزنج يعني اعمل لي عملية الشراء. بيقول لك هنا بقى ايه؟ تعال نشوف start purchasing operation. تمام هو بدأ كده start the operation we found this product. تمام فده معناه ان هو راح نادى البرودكت راح نادى البرودكت سب سيستم وراح مشغل دي وراح طبع لك اللي هي we found this product ورجع له بترو. تمام طيب بعد كده this card is valid. this card is valid معناها ان هو راح للبيمنت سب سيستم وراح منفذ الاوبريشن دي وقال لك ان this card is valid. تمام طيب we serve this area معناها ان هو راح للشيبمنت سب سيستم وراح منفذ الاوبريشن دي او نفذ العمليه بتاعت السيرفنت وتاكد ان الدنيا تمام. بعد ما اتاكد من كل دول بقى قال لك يو ار بيرشيزنج ايفون وي ويل سند يو برودكت ان اون جيزا 24 هور. انا مش عارف كاتب الدنيا ملخبطه ليه بس تعالى نروح على الفساد بيرشيزنج ان جيزا اون 24 هور. استنى كده نرن مره ثانيه. طيب طيب تعال بقى نفهم ايه اللي حصل بالظبط. كل اللي احنا عاملينه احنا عملنا 3 سب سيستم. سب سيستم وبيمنت. البيمنت ده السب سيستم كله. سب سيستم كله ما فيهوش غير ان انا بعمل اوبجكت جديد من بيمنت او بعمل استراكت جديد من بيمنت وبعدين بتشيك اذا كان الاستراكت ده الكارد اللي جواه فاليد ولا لا. ما بعملش حاجه ثاني طبعا. بس زي ما قلت لكم السب سيستمز انت ممكن اصلا مش ما تكونش انت اللي عامل السب سيستم. يعني البيمنت دي مش انت اللي عامله, ده واحد ناس تانيين عاملينه وشركه تانيه عاملاه وانت بتكلها بتتعامل معاها. تمام بس احنا عاملين الموضوع ده ليه؟ عشان احنا مش عايزين نكبر الموضوع. انا عامل سب سيستم صغير فيه تو فانكشنز او استراكت وفانكشن واحد عشان اشرح لكم الفكره بس مش اكتر. تمام طيب فعملنا سب سيستم. السب سيستم ده كل ما هو بيعمله انه بيعمل اوبجكت جديد من البيمنت وبيتاكد في فانكشن ثاني بيتاكد اذا كان الكارد دي اللي جواها الكارد دي فاليد ولا لا. بس طيب وعملنا برودكت سب سيستم برضه بينشتلايز اوبجكت جديد من البرودكت وكل اللي بيعمله ان هو بيتاكد ان الاوبجكت او النيم اللي انا بعته هو نفس النيم اللي عنده ولا لا. يعني الاوبجكت ده فيه برودكت, البرودكت ده ليه نيم, انا ببعت له نيم بتاكد ان زي بعض ولا لا ولا اكتر ولا اقل. لو هما زي بعض يبقى البرودكت ده موجود عندي على السيستم وبقول له خلاص تمام انت البرودكت ده موجود عندي على السيستم والدنيا قشطه بيس يعني. طيب الشيبنج نفس الكلام, ببدي له عنوان بعمل الاوبجكت من الشيبنج وبتاكد ان العنوان اللي انا بعته له هو نفس اللي موجود في الشيبنج بس ولا اكتر ولا اقل. طيب الزغلول الكبير بقى هنا احنا عاملين ايه؟ عاملين اوبجكت مجمعين فيه كل السب سيستم. فاكرين لما قلنا ان الواجهه هو عباره عن جد اوبجكت يعني اوبجكت فيه كل حاجه, هو ده البرشيزنج فصاد اللي هو فيه كل الاوبجكتس اللي هو فيه برودكت والبيمنت والشيبنج. تمام الثلاثه دول موجودين في البرشيزنج فصاد. تمام كلام جميل جدا جدا. طيب فانا رحت عامل ايه؟ عامل فانكشن. الفانكشن دي بترجع لي برشيزنج فصاد. تمام وبعت لها شويه داتا فيهم الحاجات اللي انا محتاجها, يعني محتاج البرودكت نيم والكارد والادرس. تمام كلام جميل جدا جدا. وبعد كده بنفذ عمليه الشراء بقى. يعني بعد ما اعمل الاوبجكت اللي هو الفصاد او الانترفيس بتاعي بعمله خلاص وعملت له انشلايز وبقى فيه فاليوز, ببدا اعمل العمليات بتاعتي اللي هي البرشيزنج بقى. البرشيزنج دي بتعمل ايه؟ اول حاجه بتطبع لك تقول لك إيه؟ ايه انت احنا بدانا عمليه البرشيزنج. تمام تاني حاجه بتروح تجيب بقى ايه؟ بتروح تجيب الفانكشن اللي تتشيك البرودكت. عشان عاملين فانكشن بتشيك البرودكت اللي هي دي بديها البرودكت نيم. تمام طيب فانا جيت هنا رحت جايب الفانكشن رحت مديها النيم بتاعي. تمام طيب فالنيم ده لو هو نفس النيم اللي موجود قبل كده خلاص يبقى البرودكت ده موجود عندي. تمام لو مش هو هيرجع يقول لك لا البرودكت ايه مش موجود عندي. تمام طبعا هو هنا مستحيل يكون البرودكت مش موجود لان هو اللي انا ببعته فوق هنا هو اللي بقى ايه ببصيه هنا تاني. بعد كده رحت رايح جايب من الاوبجكت بتاع البيمنت او من السب سيستم بتاع البيمنت. يعني انا جيت هنا في الاول رحت جايب من السب سيستم بتاع البرودكت الايه التشيك برودكت,
وبعد كده رحت على السب سيستم بتاع البيمنت، رحت مستخدم فيتشر واحده في البيمنت بقى اللي هي ايه از فاليد. فدي اللي قلناه ان ممكن السب سيستم نفسه يبقى فيه فيتشرز كتير بس انت هتستخدم منه حاجه. فاحنا هنا من كل سب سيستم منهم استخدمنا بس ايه الايه التشيك برودكت، وهنا برضو استخدمنا الكارد فاليد، وهنا استخدمنا من الشيبنج از سيرفد. طبعا ممكن يكون الشيبنج دي في حاجات كتير، ممكن يكون البيمنت في حاجات كتير، نفس الكلام برودكت في حاجات كتير، بس احنا استخدمنا منهم حاجه واحده بس اللي هي التشيكينج برودكت هنا، وفي الكيس دي كارد فاليد او فاليد كارد، وهنا السيرفر بس، مش محتاجين اكتر من كده. والله لو كل الكونديشن دي ماشيه تمام خلاص هنطبع نقول له الدنيا لذيذه ومسا مسا عليكم انت اشتريت. طيب ممكن برضو نوضح الفكره الاخيره عشان انا متاكد ان انتوا ممكن يبقى فيه لخبطه. تعالوا بدل ما ناخد البرودكت نيم من البرشيزنج فاساد هنقول هنا برودكت. تعال بس ايه ناخد دول لكم هنا كوبيست كده كوبي حطوا بيست ده عشان نقارن بس مش اكتر. تمام برودكت نيم هنا، وده هناخد الكارد ولما ندخله هنا تمام لحد كده. تمام لحد كده تمام. فلما اجي هنا في اقفل مين اقول له مثلا هنا البرشيزنج دي بتاخد بقى ثلاث حاجات دلوقتي، هتاخد مثلا مثلا سامسونج تمام، وهنحط نفس الكلام هنحط الجيزه والكارد زي ما هم مظبوطين يعني. هنقول هنا ران بيقول لك هنا بقى ايه ستارت برشيزنج اوبريشن وي نوت فاوند ذيس برودكت. شايفين وي نوت فاوند ذيس برودكت، بس احنا راح مكمل الاوبريشن عادي. ليه بقى؟ لان احنا هنا المفروض بقى يعني في البرشيزنج فساد المفروض نعمل ريتيرن، ريتيرن في حاله الايرور return return return. فلو عملنا ران تاني هو دلوقتي مش هيلاقي البرودكت نفسه، يعني هنا ايفون وهنا سامسونج، فيقول لك هنا ايه start purchasing we not found this product. فاهم؟ طب لو دخلنا نفس الايفون اه بس الكارد غلط، احنا ماسحين رقم من رقم الكارد تشيك، هيقول لك ايه بقى الكارد از نوت فاليد. تمام طب تعال ارجع دي، وبدل ما نقول له جيزه هنقول له كايرو ران وي نوت سيرفيس ذيس اريا. طيب لو رجعنا بقى كل حاجه زي ما هي جيزه الدنيا تمام خلاص تمام الدنيا كده لذيذ. تمام طيب فهي دي الفكره اللي انا قلت لكم ان انت ممكن تباصي ده من هنا. طبعا في ارض الواقع، في ارض الواقع مش ده اللي هيحصل، في ارض الواقع غالبا انت هتعمل نفس اللي كنا عاملينه في الاول. يعني هنرجع هنا بس ايه الفساد برجيزنج هنشيل دي من هنا تعالى نرجع باك. بس طبعا لما رجعنا باك احنا كده شلنا الريتيرنز، فتعالى نرجع الريتيرن. اوكي ريتيرن كوبي بيست. ليه بقول لكم في ارض الواقع ده اللي هيتم؟ لان في ارض الواقع المفروض المفروض ان التشيك برودكت دي التشيك برودكت دي المفروض هنا هي هتروح تتشيك على البرودكت عندها. لو لقيت البرودكت عندها المفروض ترجع لك بيانات البرودكت، يعني هي هترجع لك بيانات البرودكت، يعني دي هترجع برودكت اصلا مختلف. فانت هنا التشيكنج ده هيبقى صح، يعني انت دلوقتي هتشيك، يعني تخيلوا ان دي التشيك برودكت دي هي نفسها بترجع بيانات برودكت تمام. فبالتالي انت بعت لها هنا بيانات برودكت وهي عندها بيانات برودكت، فهي هتماتش اتنين مع بعض، سواء هي بتجيبهم بقى من داتابيز او هتجيبهم من اي حاجه. مش عايز بس اوسع الدنيا والخبطكم، بس هو ده اللي هيتم في ارض الواقع. ارض الواقع السيناريو اللي هيتم زي كده بالظبط تمام. المفروض ان البرودكت دي البرودكت سب سيستم هيبقى عنده برودكت اصلا في الداتابيز مثلا، فهيروح يجيبهم من الداتابيز ويقارن ده اللي جاي من الداتابيز باللي داخله هنا تمام. فالمفروض يبقى السيناريو زي ما هو كده بالظبط. طيب اتمنى يكون الموضوع سهل، انا عارف ان ممكن الدنيا تلخبط، بس انا حاولت حتى ابني كل حاجه قدامكم، ما حبيتش اخش على الكود مكتوب جاهز، حبيت ابني كل حاجه قدامكم عشان افهمكم الاوبريشن ماشي ازاي وتبقوا متخيلين الموضوع عامل ازاي. ده كان بالنسبه لفساد ديزاين باتر. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل، وبرده ممكن تشير الفيديو مع ناس عشان تستفيد، ويا ريت بس تدعمونا عشان نقدر نكمل للسيريز دي. اشوفكم الدرس الجديد، سلام.